طيب طبعا. على مستوى الارقام، مشوار النادي الاهلي يا دكتور احمد مر خلال الفتره اللي فاتت في هذه البطوله بمنحنيات وبعض المطبات، ولكن في النهايه يبقى البطل صاحب الشخصيه. انت شايف من خلال الارقام والاحصائيات ما يميز النادي الاهلي في البطوله الافريقيه او في حصوله على ال 11 او الاميره السمراء زي ما بيقولوا يعني؟ هو طبعا كان في صعوبات طبعا، ده شيء مفرغ منه، لان مش مطلوب مني ان انا خلال دوري ابطال افريقيا ان انا كل ماتش هكسب فيه 3-0 واطلع 4-0، لا طبيعي جدا ان انا بيقابلني صعوبات، بتعادل ماتش، بخسر ماتش، فالموضوع ده طبيعي جدا، ما فيهوش اي يعني ما فيهوش اي كومنت عليه، ولكن الحمد لله في النهايه الاهلي قدر يحسم البطوله. وزي ما بنقول ان البطوله دي ليها مذاق خاص نتيجه الصعوبات فعلا اللي قابلت النادي الاهلي. انت النهارده بتقابل نادي الوداد للمره الثانيه اللي خسرت منه خلال البطوله في العام الماضي، بتقابل فريق الوداد على ارضه، دي برضو من ضمن الصعوبات، بتلعب امام الجماهير اللي كانت طبعا الجماهير المغربيه معروفه طبعا بالضغط الكبير قوي على الخصم، ده شيء طبيعي جدا. كل دي صعوبات. اتكلمنا برضو في الصعوبات المهمه جدا على النواحي الفنيه، النواحي الفنيه النهارده انت كنت بتلعب فريق ما دخلش على مرمى اي اهداف، بتتكلم على اقوى خط دفاع في البطوله، فالنهارده احنا بنقول ان النادي الاهلي يمكن اول نادي يحرز هدف على ارض الوداد، طبعا جه من ضربه ثابته، ولكن في الاخر النادي الاهلي اول فريق يعمل الكلام ده، فكل دي صعوبات واجهت النادي الاهلي على حتى على المستوى الفني، ولكن في النهايه برضو بنقول ان قدرنا الحمد لله اننا نحصل على البطوله. عشان كده عايزين ندي الجهاز الاداري والجهاز الفني حقهم في النقطه دي. لما بنتكلم النهارده على مارسيل كولر، النهارده بيثبت يوم عن الثاني ان هو جدير ان هو يكون المدير الفني للنادي الاهلي، النهارده اقل من سنه بيحرز 4 بطولات، لو بصينا على البروفايل بتاعه وارقامه مع النادي الاهلي هنلاقي طبعا ان هو خلال السنه لعب معانا 47 مباراه، بنتكلم في 4 مباريات بس اللي اتهزم فيهم منهم مباراتين في كاس العالم للانديه، فاحنا بنتكلم النهارده برضه دي ارقام كلها جيده جدا، بنتكلم حتى على النواحي الهجوميه، بنتكلم احرز 88 هدف دخل ده معدل هايل طبعا، يعني بنتكلم هجوميا حتى ودفاعيا، احنا بنتكلم في اخر 13 مباراه ما دخلش في الاهلي ولا هدف غير الهدف الاخير في مباراه الوداد، فكل دي طبعا ارقام، واحرز طبعا 4 بطولات، كل دي ارقام عشان لازم نشيد بالمجهود اللي بيعمله مارسيل كولر. اكيد نفس الكلام برضو بالنسبه لمارسيل كولر، لازم نشيد برضو بدور اللاعبين، النهارده احنا بنتكلم على المجهود الكبير اللي بذله اللاعبين، لو جينا بصينا على اكثر اللاعبين مقارنه بجميع اللاعبين في دوري ابطال افريقيا، عندنا هداف البطوله موجود من عندك من النادي الاهلي محمود كهربا، ده مهم جدا كمان، يعني في بعض الاحيان بيبقى البطل مجرد وصل وارقام لاعبيه بعيده تماما عن التقييم، وصل بشكل مباشر وكسب البطوله، لكن كمان هداف البطوله، صانع اهداف البطوله، المساهمه، كل دوت من جوه النادي الاهلي، ده بيديك انطباع ان احنا اوريدي جوه هذه البطوله بامكانيات عاليه جدا وبجداره، واللقب يعني اكيد كان النادي الاهلي. بتفق مع حضرتك في النقطه دي مهمه جدا، النادي الوداد فعلا وصل للنهائي ما احرزش غير 10 اهداف. طيب تعالى انا وانت نبص هداف البطوله، طبعا محمود كهربا بست اهداف، عندنا برضو صانع اهداف البطوله علي معلول طبعا 7 اهداف، نفس الكلام اكتر اللعيب مساهمه لاهداف البطوله بيرسي تاو احرز 5 اهداف وصنع 5 بمجموع 10 اهداف. تمام، بنتكلم اكتر لاعب صنع فرص في البطوله كلها عندنا برضو من داخل النادي الاهلي علي معلول 22 فرصه، نفس الكلام برضو عندنا اكتر اللاعبين تمريرات في البطوله عندنا علي معلول، محمد عبد المنعم، النقطه الاخيره طبعا دي نقطه مهمه جدا، اكتر شباك نظيفه طبعا عندنا محمد الشناوي 7 مباريات شباك نظيفه، وطبعا الشباك النظيفه دي برضو بيكون بيتضاف اليها الخط الدفاع بالكامل طبعا، ما بيشيلهاش طبعا محمد الشناوي لوحده، ده الشكل الدفاعي بتاع الفريق كله الحقيقه، طبعا انك شباك نظيفه اكيد عندك حارس مرمى قوي جدا، عندنا حراس مرمى الحقيقه كمان يعني للمستقبل موجودين مصطفى شوبير وحمزه علاء، عندنا الحمد لله يعني حراس مرمى على اعلى مستوى، والاحصائيات دي بتدل ان فعلا كمان الاهلي الافضل على مستوى البطوله اجماليا في مشوار البطوله اكيد بدون شك. يعني انا يمكن قصدت ان انا اوضح النقطه دي لسبب، بس انا حابب ان احنا نتكلم على الانجاز اللي حصل ونبرز البطوله ليه، لان احنا طبعا احنا عارفين ان قدر النادي الاهلي ان هو النهارده بيحرز البطوله بعديها بيومين بيبتدي يقفل الملف تماما ويبص على البطوله اللي بعديها، ولكن برضه في نفس الوقت انا حابب ان اللعيبه تحس بانجازهم، لازم النهارده نذكر الكلام ده، لازم نذكر دورهم جوه الملعب، لازم النهارده نحسسهم بالاحتفاليه بالبطوله دي علشان الموضوع ما عايز اقول لحضرتك ان في انديه الى يومنا هذا من ساعه نشاتها ما جابتش بطوله واحده، فالنهارده انت لما تجيب 11 بطوله دوري ابطال افريقيا لا ده رقم كبير جدا، لازم اللعيبه تحس ان هم فعلا قدروا ان هم يحققوا الانجاز ده، قدروا ان هم يبسطوا جماهيرهم، قدروا ان هم يخلونا نثق فيهم اكتر من كده. ده اكيد، وده يعني بنتكلم عن النادي الاهلي اكبر نادي على مستوى افريقيا، ما شاء الله كل لعيبته على مستوى عالي جدا من الاحترافيه.